السلام عليكم ورحمة الله. 24/6/2022 حصول دفعة جديدة من السيارات الأوروبية ذات الإدخال الجديد إلى مكتب الفواز في محافظة الرقة. سيارات من نوع جيبات فير كروز 2012 كامل مواصفات دفع رباعي. يس وقتاج 2012 توسان 2012 كامل مواصفات. كيا سورنتو 2012 كيا سورنتو 2012 سيارات متواجدات لدى مكتب الفواز من تاريخ هذا اليوم إن شاء الله، ونتشرف الجميع وحياكم الله.